السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحب في الله في قناتكم مدونة حبيب للمعلومات. لا تنسى اشتراك في القناة وتفعيل الجرس يصلك الجديد. خوتي جبنا لكم واحد موقع. هذا موقع خوتي خدمته ترفع ملفات، وترفع ملفات يعطيك واحد الرابط تحميل، وهذا الرابط التحميل تنشر في مواقع التواصل الاجتماعي كما الفيسبوك، تيك توك، انستغرام، مهم كاع جميع مواقع تنسخ هذا الرابط تاعك. كل واحد يحمل من الرابط تاعك تربح نسبة عمولة. الطريقة الدفع خوتي عن طريق سي سي بي او بريد ايمو، معناها ملابوس بدون بطاقة فيزا او ميستر كارد او فيزا ولا بايسيرا، ولا بقى ما عندكش بايسيرا خوتي وتقدر تخرج درامك عادي بدون اي مشاكل. خوتي دوك نروحوا الموقع هذا خوتي، موقع صادق 100%. وانا سخصيت عليه خوتي، قالوا لي هذا الموقع راه صادق 100%، تقدر تخرج به درامك عن طريق سي سي بي بدون كارتة بايسيرا او وايز، بدون ثاني بايبر. فانت خوتي هذا يدفع عن طريق كما قلنا سي سي بي او باري ديمو ولا فليكسي. فهمتوا خوتي دركا كيفاش نسجل؟ خوتي الرابط هذا تجدون الرابط اسفل هذا الفيديو خوتي، ندير لكم في الوصف وكذلك في التعليق. خوتي هنا يدير اسم المستخدم، اسم خاص بك، كلمة المرور، وكذلك تعود كلمة المرور والبريد الكتروني. خوتي البريد الكتروني يكون حقيقي بعد تفعل الموقع بالبريد الكتروني، ودير هذه تأكيد وتسجيل الدخول بهذه الطريقة. خوتي راني مسجل من قبل، ندخل الى الحساب تاعي هذا هو، هذا هو حساب تاعي راني مسجل جديد. فهمت خوتي هذا هي الموقع واش خدمته. خدمته هو ترفع ملفات. هنا يقولك مركز رفع تحميل الصور والملفات. خوتي دوك نتعرفوا هذا الموقع، نديروا الحسابي. هو حسابي هنايا يعطيك الحجم نتاع جيجا تقدر تحملها خوتي. هنايا هنايا تلقى الرصيد نتاعك، هو الرصيد هاكلك رصيد الحساب. هنا رفع ملفات. فهمت خوتي كيفاش نرفعوا الملف؟ كيفاش نرفعوا خوتي؟ نكليكوا على هذه التحميل، هاي رفع ملفات، نكليكوا عليها خوتي بهذه الطريقه هنايا، ونضغطوا هنايا التحميل. هاهي هاهي رفع ملفات من حاسوبك، هاهي نكليكوا عليها خوتي. مثال نختاروا اي تصويره، الصور مثال هذه الصويره حوس نطلعها في هذا الموقع. نكليكوا هنا خوتي، نكليكوا هنايا بهذه الطريقه. دوك راهي يحملنا الصوره بهذه الطريقه. نضغط هنا خوتي في هذا المكان هنا، واش يقول؟ يقول لك الرابط التحميل، تنسخ هذا الرابط خوتي هذا، يا تشاركوا في الفيسبوك، في التيك توك، تنغرام، مهم مواقع التواصل الاجتماعي، تنسخوا هذا بهذه الطريقه. وكل واحد مثال كل واحد يهبط من الرابط نتاعك تربح نسبه العموله. فهمت خوتي؟ مثال سبيل المثال نكليكو بهذه الطريقه، هذا هو الموقع، هو الرابط تاعك، هذا هو الاصلي. هو واش يدير؟ هو السيد اللي عطيته الرابط تاعك يدير التحميل مجاني بهذه الطريقه. يستنى 30 ثانيه او 40 ثانيه اخوتي، ومن بعد يحمل تربح نسبه العموله بهذه الطريقه اخوتي. هنايا نروحوا، هنايا نروحوا لحسابي بهذه الطريقه، نروحوا هنايا اخوتي، هنا يعطيك معلومات الدفع، مثال معلومات الدفع. هنايا يقول لك البايبر، باير، ويت موني، البايسيرا اخوتي، ادنى السحب بايبر هو 1 دولار، والبايسيرا اخوتي 1 دولار، هاي هاي 1 دولار بايسيرا، و اس دي تي 100 دولار، و اس دي تي بيتكوين 100 دولار، ها هي ايثيريو 100 دولار، ها هي. وكذلك كاين طريقه اخرى، مثال نتايا
تفتح هذا الموقع وجبت الارباح، معناها جبت الارباح وانت ما عندكش نقولوا حنايا ما عندكش البايسيرا ولا بايبر ولا باير ولا ودموني ولا ما عندكش هذو كاع ما عندكش حتى تختار دي هنا الجيري الجزائر ها هي نكليك هنايا واش يقول لك؟ يقول لك ادخال المعلومات للدفع كما قلنا السي سي بي خوتي او سي سي بي باليدي موب فليكسي موبيليز اوريدو جيزي كما حنايا الجزائري أغلبية لازم يخرج دراهم هو يحوس يخرج دراهم تكليك على هذه يا اخوتي بهذه الطريقه ودير الحفظ بهذه الطريقه هنايا ومن بعد نهار تلحق توصل 1 دولار خوتي دير طلب الدفع هاي طلب الدفع هنايا دير مثال شحال تخرج مثال 1 ودير الطلب او طلب الدفع انا درك ما عنديش دراهم في الحساب نتاعي هذا خدمت اخوتي ترفع الملف ويعطيك الرابط الملف وتنشره في المواقع التواصل الاجتماعي كل ما يحمل من الرابط نتاعك تربح نسبه العموله فهمت اخوتي وهذا الموقع صادق 100% اخوتي وراني سخسرت عليه هذا الموقع سخسرت واحد في اليوتيوب قال لي هذا الموقع راه صادق بدون اي مشاكل اخوتي خدموا وتكعل ربي خوتي اللي عنده مشكلة ولا ما يعرفش خوتي يتواصل معايا ولا ديري التعليق اسفل هذا الفيديو فهمت خوتي هنايا كذلك كما قلنا معلومات الدفع هنايا يعطي لك جاي يعطي لك جميع وسائل الدفع فهمت خوتي هنا ثاني مصر المروك هي عدم بنك بنك تاعهم حساب بنكي هما نقولوها بالعربية نفهمو مليح خوتي كاين هنايا الجزائر مصر تونس المغرب ها هي ثلاث ربع بدن ربع بلدان تقدر تسحب بهذا الموقع وهذا العالمي معناه اللي عندهم بايبر باير البايسيرا اس دي تي تاع الباينس بايت هذا هما جماعة الاس دي تي فهمتو خوتي هذه هي تحاول ترفع الملف خوتي تكليك على هنايا مثال رفع ملف بهذه الطريقه كما قلنا قبل هسه اخوتي ها هي رفع الملف ها هي تختار الرابط ها هو رفع ملف تكليك هنايا وتجيب اي تصويره اللي عندك ولا ويعطيك الرابط خوتي الرابط اللي يعطوه لك تنسخه وتنشره بهذه الطريقه خوتي عجبكم هذا الفيديو لا تنسوا اشتراك في القناة والتفعيل الجرس ليصلكم جديد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.